بسم الله الرحمن الرحيم. حاليا في مزارع الشاي على الرذاذ المتساقط في هذه الأجواء الماطرة، وحقيقة البرنامج السياحي جميل جدا، متكامل من كل النواحي، والفنادق مريحة وهادئة، والبوفيه الموجودة فيها من الفطور والغداء والعشاء متكامل ومناسب للجميع الأشخاص والجنسيات مختلفة، والغذاء متنوع جدا، ويوجد فيها الكثير من الأكلات والمشروبات، وشكرا.